احنا فين هنا دلوقتي بالظبط يا باشا؟ بص احنا على كوبري امبابه. ده كوبري امبابه. كوبري امبابه. تمام. بيتدهن بيتجدد بيتدهن. تمام. زيتك ياخده كام شهر في دهانه؟ المفروض هنقول شهر بالكتير يعني. اكتر من 8 شهور بيدهنوا في الكوبري. وما دهنوش كله اهو، يا دوبك الحته دي. الكام باكي يا دوبك. ليه؟ لانه يدوي، الشغل يدوي. المفروض دواء دهان الكوبري ده يكون فيه ضغط رمله يشيل القديم، وبعد كده يتم رشه بمنع الصدى، وبعد كده يتم رشه بطبقه واثنين وثلاثه ويقوم. لكن سيادتك او شوف او جزء في نص الكوبري هو اللي معمول ببطء تشغيل، بطء شغل. يعني يقرب على سنه عشان لسه ما دهناش ربع ده. ما ينفعش كده اكتر من سنه عشان ارش كوبري. اما هنشوف قد ايه لو هجدد، وده هنشوف قد ايه. ما ينفعش التشغيل كده مش مظبوط. تمام. ودوت بيهدي بيأخر من مسير القطر، عشان سرعتي على الكوبري ده 8 كيلو في الطالع وفي الناس 8 كيلو رايح وجاي. التأخير في القطر ده فلوس بتدفع، ووقت ناس، وتأخير أطراف. عشان إيه؟ عشان شغالين بالفرشة.